أنا آسف في الألفاظ، جاتنا خيبة وستين خيبة. واحد مننا بيزعل قوي ويبقى مخنوق قوي لما ما يعرفش يشتري البدلة اللي عايزها، أو إن العربية اللي كان نفسه فيها غليت، واللي عنده انفلونزا وتعبان إنه عنده انفلونزا ودي نهاية العالم. هم دول اللي بيدونا الدرس الحقيقي، دول زي نيكولاس. لما نشوفهم بنتكسف من نفسنا، ولازم نتكسف من نفسنا. قبل ما اكمل برحب بالفنانة الجميلة غادة رجب. وعايز اسألك تبص للناس الأقوياء اللي هنا دول اللي زي نيكولاس وتقولي ايه؟ النور مكانه في القلوب، أحضن خيوط شمس الغروب.